أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الدعاء على هلاك اليهود والنصارى جميعا مخالف للسنة الكونية، حيث إننا وعدنا بمقاتلتهم في آخر الزمان؟ مسألة الدعاء عليهم بالهلاك جميعا هذا غير مناسب، لأن أما الدعاء على الظلمة منهم وعلى الذين ظلموا وعلى الذين تعدوا فنعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم لهذا السبب. فإذا حصل منهم ظلم أو تعدي على المسلمين جاز الدعاء عليهم بالهلاك والدعاء عليهم باللعنة والدعاء عليهم بالدمار وغير ذلك. نعم.